الرباعي والعطرية. نوريكم ان شاء الله الطريقة ديالي. ناخد هاد البول فاش غادي ندير الكوام. انا هنا عندي كمية ديال التون، انا خديت واحد الكمية، عندي هنايا 8 الفصوص غنديرهم هنا. نهرسهم فهاد الآلة لي ديال التون، صراحة زوينة. ناخذ كمية ديال التحميرة على حسب كمية الحوت اللي عندكم. انا خديت انا معلقة كبيرة ديال التحميرة. كذلك غناخذ معلقة كبيرة ديال الخرطوم. معلقة كبيرة سكنجبير. هاد معلقه كبيره اللي تنقول لكم معلقه صغيره عامره، يعني معلقه صغيره عامره. ناخذ كميه ديال الملح، ناخذ هاد الحامضه هذاك اللب اللي لداخل، على بالي ماشي عدم نحيدوه. انا عندي حامضة صغيرة. ناخد كمية ديال الربيع، عندي هنا العطرية ديال الحوت غناخد منها واحد شوية نديرها حتى هي. خديت معلقة صغيرة النص ديالها، نزيد واحد شوية هذه اللي خلطت اللي طحنت فيها الثوم. غنعمرها بشويه الماء باش حتى داك الثوم اللي بقى لاصق فيها يتخوان ويتحسن منها. صافي نحرك هاد القوام مزيان. هاد الحشوة كتجي رائعة، كتجي زوينة، وكيجي طيب فيها هاد السردين زوين. كديريش فيها الزيت، كتخلطيها غير بداك واحد شوية الماء. أنا داك الماء درتو فهاديك باش طحنت التومة، باش درت هاديك التومة اللي لاصقت تخرج من الداخل. صافي كما كتشوفوا معايا، صافي
ناخذ انا هاد السردين صافي نوضعو بهذا الشكل من الداخل الحشوة. انا متأكدة يعجبكم السردين بهذه الطريقة يجي مغير الورق تذكر الريحه ديال العطريه ديال الحوت طالعه زوينه كتستعمليها في البسطيله ديال الحوت كتستعمليها في جميع انواع ديال الحوت هادي نجمعها على وحده بحال هكا صافي تنوضعو الجانب حتى نعاود نرجع معكم انا هنايا البنات نسيت ما درتش الكمون نتوما ضيفوا الكمون انا نسيت ما درتش الكمون انا شاطت لي هنايا شويه الحشوه عاودت حليت الحوت زدت كل وحده زدت فيها شويه 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 حتى عمرتهم بالعطريه ونعاود نرجع معكم ملي نبغي نقليهم غادي نقلي دابا الحوت ها نتوما هنا عندي لا شابلور الخبز المحمص راه كنصوبو غير في الدار هذا كيجي زوين تقدري تصنعي منه الكيك تصنعي منه وتصوبي منه الحوت ديري في الكغاطان تقدري ديري في شحال من حاجه وعندي الفورس ندير شويه من لا شابلي وندير شويه من الفورس على حساب نتوما شنو بغيتو هنا عندي الزيت سخونه ندير نغطيه في الفورس نصوصو من الفرن نحطو في المقلة خاصها تكون الزيت سخونة باش ميتشربش ليكم الحوت الزيت تخليو يتشرب شوية هداك العطرية اللي كديرو
كيبغيهم كاين اللي كيبغيهم مقرملين كاين اللي كيبغيهم يبقاو رطبين. صافي صافي دابا غادي نحيدهم. نحطهم في الشريكة نقطعهم من الزيت شويه غنديرو بلا شاطلور المحلات الكبرى، ولكن انا كنبغي نصايب حاجه في الدار ما كاين باش نشريها. يقدر يكون فيها المواد الحافظه وهذا، وانا ما كنقدرش ديك المواد الحافظه. حاجه كنقول نصوبها في الدار فيها واحد بس الواحد يبحث ويكتشف الحاجه كيفاش تتصوب يصوبها. بزاف الناس كيقولوا لي علاش تتقلبي على التناره سيري شريها واجدة، ولكن انا كنحس بالفرحة ملي كنصوب الحاجة راسي في الدار بلا ما نمشي نشريها. راه من والو تقدري تصنعي حاجات بزاف. كان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. وفقط انا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحضر السردين وباش كنعمرو، ومع فيديو جديد ان شاء الله.